نرحب بكم مشاهدينا وبالأستاذ عثمان المصري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم ولكل السادة المشاهدين المستمعين. جملة المحفوظة المحفوظة. أي تتشدد على المستمعين يعني. حقيقة يعني في ناس يدخلوا المعلومة بأذنهم ما بعينهم. فنحن لازم نتكلم برضو عن الاختلاف ده، لأنه يساعد في الحفظ للناس. المرة اللي فاتت كان بيزعلوا عن الحفظ، نديهم بعض الافكار لكيف يحفظوا. طيب نحن كمان برضو مفترض نتكلم عن التحفيز بعد المشاهدين، انه نواصل مثلا في الموضوع وكيف نتعلم تقنيتين ونتعامل مع الاطفال ونحفزهم يعني بشكل كبير جدا، ناديه من تعامل الاب والام في البيت. صحيح. وحتى تكمله المثلث مع الاسره مع المدرسه، اللي برضو بنحس انه مرات في فجوه كبيره جدا ما بين الاسره وما بين المدرسه. اي ام واي ابو يحب ان اولاده يكون احسن ناس. صح طبعا. وعشان يبقون احسن ناس مرات بيتصرف بعض التصرفات الخاطئه جدا جدا، اللي هي بيحاول يحفزهم بطريقه، ولكن هذه الطريقه غير محفزه له. المره اللي فاتت تكلمنا عن انه يختلف طريقه تحفيز الناس، قلنا في زول ابتعاد وفي زول اقتراب، وفي زول يرى المشكله ويسحب عنها عشان يخش للحل، في زول يرى الحل ويمشي تجاههم. دي واحده من اهم الابجديات. لكن الناس بصفه عامه، اعرف انت نفسك وطفلك انك انت عندك 150 مليون خليه، وكل خليه 150 مليون خليه في راسك، كل خليه مرتبطه ب 30 الف خليه، وكل خليه احسن من كمبيوتر. يعني انت نفسك ممكن تحقق اي شيء في الدنيا اللي انت عايزه. طفلك الموجود معك ده عنده نفس الحاجات دي. طبعا الطفل يفرق انه عنده اشكاليه، الجزء الايمن من مخه، الجزء الذكي جدا جدا شغال، اما الجزء الايسر في بعض الاشكاليات، لان لسه عنده منطق اقل. الطفل في المنطق وكذا ما عنده طبعا. يعني بعض الاساسيات في المنطق ما بيعرفها. فاذا هو شغال بالجزء الاذكى، ونحن غالبا نحاول يعني نحاول نرتقي بالطفل لانه يفهم زينا، عايزين يكون منطقي زينا، عايزين ما يلعب ويكون نظيف دائما. يا اخي في واحده من الدورات جات واحده جابوا ولده واحتزرت، قالت له ولدي جاته كثير وكذا، قلت اصلا لو ما جاته ما طبيعي. الطبيعي انه يكون جايته، الطبيعي انه يكون متحرك، الطبيعي انك انت بعد ذاك كيف تستثمر هذه الجوطه والطريقه واللعب وكذا، استثمر بطريقه فعاله. عايز يستكشف، عايز يعرف، عايز ينمي حتى الجانب الايسر ده. بالضبط كده. نحن عايزين من لعبه ده نخليه يعرف امكانياته. طفلك دائما انت دائما يعني في واحد بيكون سايق طفله معاه لاصحابه يقول له اعمل حسابكم ده مجرم بيكسر اي حاجه، حيكسر اي حاجه اصلا، لانه ابوه قال انه حيكسر، فلازم يحقق حاجه ابوه. فاذا بما انه حيحقق حاجتك، قول يا اخي ولدي ده اذكى ولد في العالم، ولدي ده احسن زول في العالم. كلام السمح ما دام فيه كلامك شين لشنو؟ ما في داعي. طيب. ما في داعي له، حتى لو شفت ولدك بيعمل فيه خطا، تجاوز كانك ما شايف هذا الخطا، وركز على الحاجه الايجابيه. تقدر الحاجه لما تركز حاجه ايجابيه وتكبرها، الشيء السلبي بيموت. بعد ذاك في نفس اللحظه ما تحاول تحل المشكله، حلها بعد ذاك، لانك انت تلقى طريقه ذاتك انك تفكر في انك انت كيف تعالج هذا الامر. طيب بعض الاطفال يعني قوتهم ما في حركتهم، ولا يعني زي ما ذكرت قبل شوي بيكسروه وكده، قوتهم في لسانهم حتى يتخوف الاب تخوفهم الام من انه الطفل بيتحدث ويتفوه بعبارات وكلمات اكبر من سنه، يعني حتى على مستوى الحوار في المواقف ممكن برضه تشكل، حتى مع اصحابه يعني الواحد قال لي صاحبك الواحد ده ما عندك غيره قدام صاحبه. طبعا في الذكاء انواع، طبعا في ذكاء لغوي، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء رياضي، في ذكاء منطقي. فانت لما تعرف ولدك ذكي وين وتنمي فوق الحاجه دي بيبدا فيها بعدين. انت من البدايه عرفت انه ولدك ده عنده ذكاء، او في الذكاء لفظي، فاذا انت عارف انه زول ده يطلع لك خطيب سياسي بارع فمدرب زي كده، يعني في النهايه انت نمي هذه الحاجه، نمي الموهبه اللي انت بتكتشفها في صغره. وفي حقيقه ده قوته هنا. فاذا زي ده في الحفظ بيكون بيحفظ اسرع صح من الشخص العادي اللي بيكون مهتم بالصور اكثر. في زي ما في طفل بيهتم بالكلمات او عنده ذكاء لفظي، في طفل اخر بيهتم بالصور. او معظم 90% من اولادنا
يهتموا بالصور اكثر من اي نوع من انواع القرايه. في زمننا خلينا القرايه ذاته بالصور بيكون جميل جدا جدا لان الفهم بيكون اسرع. صحيح. المره اللي فاتت نحن لما تكلمنا عن الذاكره وقمنا حولنا بعض الاشياء لصور بقت سهله، بقت انك سريع جدا ممكن تحفظ حاجه. ورينا من الساعه 15 حاجه تحفظت في مره واحده. صحيح صحيح تمام. تحيه لك مجددا استاذ عثمان المصري، وتحيه لكل الساده المشاهدين. وارقام الاتصال الان تظهر على الشاشه لكل من يريد التواصل معنا واثراء النقاش والحوار واضافه ما يمكن اضافته من معلومات. وايضا هذه المساحه هي لكم مشاهدينا الكرام، كل زول عنده اي استفسار، عنده سؤال، حاب يتاكد من حاجه، حاب يعرف حاجه جديده من استاذ عثمان المصري، نحن على الرحب والسعه وعلى الاستعداد. وموضوع الحفظ هو موضوع مهم يعني بالنسبه للناس الكبار وبالنسبه للناس الصغار والخطباء كذلك. محمد لابس الخطبه من ورقه ولا حفظ؟ والله طبعا بتعيد محاور. يعني انت برضه جربت الحكايه دي ولا استاذ عثمان؟ برضه ممكن يفتيني في المساله دي. يعني بعض الناس قد الحفظ بالنسبه لهم يكون مشكله كبيره يعني، لكن بعض الناس تعودوا مثلا من خلال البرامج، من خلال حتى الدورات التدريبيه اللي انت ممكن تقدمها، بيكون في محاور مثلا رئيسيه جي. انت من خلالها بتقوم تستشف المعلومات وتطلع بعد ذلك المحاور بتخليك بس يعني ما تطلع من الموضوع. لانه كثير جدا في ناس بيطلعوا من الموضوع ويطلعوا من الموضوع جميل، بالذات لما الناس يكونوا اصلا عندهم لباغه او ذكاء فطري لغوي، فسهل جدا يطلع من الموضوع. فبيتكلم يجي موضوع ثاني يطلع منه ويمشي بعيد ويرجع ثاني، لكن حيضيع الموضوع حيضعف الموضوع اصلا، كمان متلقي كمان بيشتت المتلقي وخليه ينوم. الزول ده بينطط كثير، الزول ما عنده مشكله بيرجع الثاني، لكن هو ما بيتحمل الكلام. عشان كده اكثر ناس بينهم الناس في في في, في الدنيا دي هم الائمه في الجوامع. ما كلهم طبعا، ما كلهم الا من رحم الله. انا عصرت عليهم لانه جاي انبههم بانه كلامك لازم يكون مرتب مرتب. كلامك لازم يكون يشبه حركتك اهم حاجه. لانه في ناس قاعدين وهم قاعدين في مستوى اقل منك وانت اعلى منهم، فبكونوا قعدتهم ما مريحه. فالقعده الما مريحه دي حس لو دايرين نوم زول بخليك القعده ما مريحه له، لانه دار دي بعقله عجيب. فبيكون رافع راسه كده، فانت بتتكلم شكلك بيقول حاجه وكلماتك بتقول حاجه، يمشي مع حياته يمشي مع شكلك، وشكلك غالبا انت بتكون ما مهتم بيه. لكن الانسان بيمشي مع الشكل اكثر عقل الله. شكلك يعني حركه الجسد طبعا، حركه جسدك يعني حركه اللي انت يعني انا قبل كده ضربت واحد بيقول يا ايها الناس، فده ناس ولا بلاستيك ولا نطاط ولا كده. فهي المفروض تنتبه للطريقه اللي انت بتتحدث بها. بعدين طول الزمن يعني مثلا في ناس بيطولوا مرات. صحيح. فالمرات الاختصار والايجاز يكون جميل جدا واحسن واسيد للناس، لانك تمشي نقطه معينه وركز عليها، فادي الجرعه بقوة في موضوع بسيط وما تكثر المواضيع، صارت نوعية أكثر من كمية. وحدة الخطبة مهمة جدا، احنا طلعنا موضوع ثاني. يلا حابين نرجع. طيب في بجانب الإحساس بالمسؤولية. يعني كونه إنه نحن بنحفز في الطالب أكيد ده بيخلينا نغرس فيه المسؤولية، في إنه والله يا أخي أنت لابد إنك تذاكر ولابد إنك تحفظ ولابد إنك كده 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 عشان في النهاية تقدر تتحمل مسؤولية نتيجتك. قبل ما تعلق عندنا اتصال هاتفي. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، الله يديك العافية. قول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله، عليكم السلام. السلام على حبيبنا المصطفى. يقول يا من يقول يا من لا يشغله شيئا عن شيء، يا من احاط علمي بما ضر وضرى، انت تعلم المخلط الامور وسوسه الصدور، وانت بالمنزل الاعلى علمك محب بالمنزل الادنى، تعليت علوما كبيره يا مدرسنا بس مدرسنا مسكون. قول يا امين امين. على الاطفال سبحان الله، والله سبحان الله الاطفال بيجوا اذكياء شديد. سبحان الله، احنا لما كنا زمانك صغار سبحان الله، والذي لا اله الا هو منهم قبل العشاء ايدنا في العشاء اسلم ما شاء الله. الاطفال عندهم قوه والله، الكبار استغفر الله العظيم بينهم الشفا ما ينوموا.
وبيجوا اذكياء ما شاء الله الموبايل ما شاء الله في اللعب يعني والله. هم بيجوا ولا من زمان يا فايزة؟ لا اطفال الزمن ده والله بجد عندهم قوه ما شاء الله. عندهم تحريك بتوعيه واللوم اذا تكلم تعرف سبحان الله اي واحد انا بقول لها انها طفل انت مثلا من هو من الطفل بلا والله اسد انا سبحان الله ولا اختي ولا اخوي بجنب الاهل واحفظيني يعني سبحان الله يعني في القران الكريم الواحد يعني انا كنت قاعد الانسان اذا بان احفظ احفظ يقول احد عشر مره يا يعني هو اختي جيت قال لي اي تذكرسي ما شاء الله بطريقه ما تتكلم تكلم قال له الله يتفرج قرايتك سبحان الله يعني وصل انا لما امسك الاطفال دي سبحان الله بحفظهم والله زمانك اخوي برضه واختي برضه بحفظهم ونحن ان شاء الله نحفظ القران الكريم قولي امين. يعني يا فايزه انت بتستغلي الطاقه اللي ذكرتيها والقدره الكبيره عند الاطفال اللي ذكرتيها في انك توظفيها في تحفيظهم الحاجه اللي بتنفعهم. نحن بنحييك والله شكرا جزيلا لك على اتصالك. الله يخليك يا امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني هي حكست لنا تجربتها. معنا يوسف كمان. نعم. مرحبا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. حياكم الله وبارك الله فيكم في هذا الخريف الطيب ان شاء الله والجو اللطيف. الله يديك العافيه. عبر كيف؟ الحمد لله والله مثل رشه بسيطه قدامك كده خفيفه لكن في الشمال كده نوعا ما اجدل. يا سلام. لكن الحمد لله الجو لطيف وجو ممكن بانه سمك وبانه عصيبه بتاعت التمر الجبال هنا ولا امبارح دي كان بيناسي بس انه حلو تمام الحمد لله. يا سلام يا سلام. الله ما شاء الله يا عيطو خليل ده عليه والسلام والله جدا. عظيم الحمد لله. تفضل يا ابن يوسف. الله يبارك فيك يا شيخنا حياكم الله. حياك الله يكرمك. يعني لكن حقيقه اللي انا بقوله نحن تربية الأبناء ستكون ذات الأمخاخ الراجحة وعقل ثبيت مستمتع من سيدنا المربي الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إذا نظرنا إلى كيف كانت تربيته للأبناء أكون صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ليأخذ الحسن والحسين ويصعد فيه من المنبر مرة أخرى. احتلال سيدنا الحسين أو الحسن وهو في صلاة الجمعة على ظهره فأطال السجود قطعه قال لمن قالوا لي لما أتمت قال لا أريد إزعاج ابني فإنه احتلاني. إذا نظرنا إلى هذه التربية وحديثه صلى الله عليه وسلم الذي يقول أمروهم بها في سبع واضربوهم في عشر نجد أن القهر للأبناء جنس المشاد العاثرة جريمة في حقه وفي أمخاخه. صح. لا يجدر الطفل في هذه السن بالضبط يعني. ما بعد العشرة أدركه حتى ولو كان يتيم. أضرب اليتيم مما أضرب عليه أبنائي ليس للتفشي لتربيته فقط. نعم. شوف يعني سبحان الله لو اتبعنا هذه السلوك لكان السودان خير الدول الان. لكن للاسف الشديد نحن دون سن العاشره ونكبر وننهر لا من ينص. صحيح. النهر دي عارف نكتت من نقه او من ذكائه الكثير. لذلك نسال الله حسن التربيه لابنائنا وتصليح وضعنا باذن الله واقتصادنا. تمام. السلام عليكم ورحمه الله. الله يديك العافيه. الله يخليك. شكرا جزيلا. نشكر عمنا يوسف وقباله فايزه. هما يعني كلامه ركز على التحفيز وعلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. عندنا ثاني اتصال ناخذه ونجي نعلق عليهم كلهم مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا ابو عبد الله. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يديك العافيه. تحيه ليكم والله والتحيه للمصري. مرحبا. الله يسلمك. كيف؟ الله يديك العافيه يا ابو عبد الله. مرحبا بك. والله بالنسبة للأستاذ اللي كانت الطاقة تحت الأطفال، طبعا زمان الأطفال بينزلوا طاقتهم في اللعب وكان يعني في أمان يعني. لكن هسه أنا شايفة الحاجة اتطورت يعني المدارس الترحيل بيجي من الباب للباب وبيمشي وبيكون في البيت يعني بيقولوا ما تطلع تلعب. يعني الطاقة موجودة يعني ما في حاجة أهدر فيها الطاقة يعني. ما في حركة كثيرة يعني زي زمان. ما في وفي واحد بيقول لك يا أخي أنت من زمان اسكت. زمان اسكت الطفل ده بيقولوا له اسكت ما تتكلم.
يعني هي حسي ما قادره يغين، يعني حسي الحمد لله ما بدات عندها التوعيه بالتنميه البشريه بالمهارات بالطفل انه ذاته ويعزز فيه ثقته. يعني عشان شنو يعني زمان الواحد لما بيقولوا له سكوت حسي الواحد لما هو كبير تلقاه يعني عنده عقده كده، يعني مع انه يكون شاطر وي حاجه لكن بيكون ما اجتماعي، ما في مشاكل فيه يعني. صح 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 اترسبت فيه. وانا بقول للدكتور عندي طفلي عبد الله عمره 12 سنه، انا داير احكي له القصه وانت فسر ووضحها لي الحق شنو. يعني هو ما شاء الله ممتاز ومرات يعني وزول صامت وهادي وما فيه كلام نهائي يعني. لكن كان عندنا مناسبه حق جيراننا وقام ساد الركشه حق الزول يعني قدام الناس، يلا اخوانه زي جلدوه وانا برضه جلدته ما كثير، انا ما بميل للضرب لكن اديته توعيه انه الركشه ما حقتك. انت ما قبلها بنزين، ما استحزنت من سيده، انت لما تكون عمرك 18 سنه بدوك رخصه صغيره بتتعمم بعد 3 سنة لما تكون عمرك 19 سنه. دي حاجات كلها غلط يعني بالرغم انك انت بتعرف تسوق ولا ما بتعرف، القانون عنده حدود يعني. صحيح. الحدودين حاجه ما حقتك ما تسوقها ما قابل بنزين ما بيحتبروك انت سارقه. يعني اديته توعيه يعني ما يكون ضربه بس بعد الضربه وجهتيه ووريتيه الصح شنو. ايوه طيب هاي. شكرا جزيلا عبد الله، كثر خيرك. الله يسلمك. احنا طبعا استاذ عثمان محاورنا كثيره واتصالاتنا كثيره فبنحاول ناخذ حاجه من هنا وحاجه من هنا لكن في نفس الوقت يعني تعليق على مكالمات الساده المشاهدين بسيط ونجي راجعين للمحاور معنا. النقطه الاولى اللي تكلمت عنها فايزه وعلقت عليهم عبد الله ذكرت انه الاطفال يعني واحد بيقول لنا والله زمان الواحد تنوم من المغرب ما تعرف نومته كيف تصحى صباح من الصح الوقت الزمن ده كمان بيقول اطفال وهي اتفقت معي مع عبد الله نفس الكلام انه يا اخي الاطفال زمان كان جريهم لعبهم كثير اما الان ما في لعب كثير وما في زمان الجري واللعب كان كثير لكن الان في جري وفي لعب وكثير يعني لكن الان نظام التغذيه غير زمان اي شيء فيه لكن الناس كان ما واعيين بقصه انه تغذية ما بقول في سوء تغذية ما معناتها ما في أكل لكن في عدم توظيف للأكل بطريقة صحيحة. الآن الحمد لله يعني الناس بقى طريقة تغذيتهم كويسة فبقى في طاقة على كل حال الأطفال ديل دائما عندهم طاقة وطاقة قوية جدا جدا المفروض نستثمرها استثمار صحيح. أم عبد الله قالت إنه ولدها عمره 12 سنة أيوه احتفلوا كلهم مع بعض كده العائلة كلها عملت حفلة بإنه ساق الركشة ويعني بالنسبة لهم انه ده خطأ كبير جدا انه ساق الركشة فاذا هم احتفلوا بانه ساق الركشة حتبقى عنده فوبيا بعد شوية من انه ساق الركشة لانه قلنا اي شيء اي حدث يكون حواليه مشاعر هو بيكون ثابت فكلام جميل انه يعوق هم ما احتفلوا لكن الان ده ما احتفال اي العقل ما فرق شعور سلبي ولا ايجابي كل شعور الشيء اللي بيلقى فيه شعور مهما يكون نوع الشعور ده شنو فده الشيء اللي بيكون ثابت عنده ويكون دائما متذكره فحيكون متذكر انه ساق الركشه وانه دقه في ركشه فتاني كل دقه ركشه قد تكون مربوطه عنده كل ركبه ركشه مربوطه عنده بدقه فنحن دايرين نركز يا جماعه ركزوا اولادنا ده نحفزهم لما يكونوا عاملين حاجه الصحيحه نعملها كبيره نعمل فيها حفله كبيره نعمل فيها تحفيز نعمل كل ما يمكن نحن نعمله ونحن بنتكلم مع اولادنا على الانجاز اللي هو عمله. لما يكون عنده خطا قلنا ما نديه الاهتمام الاكثر. لكن في ذات الوقت نحن نوعيه زي ما قال نوريه نوريه انه الصح وين والغلط وين. انا ما معدك كثير لكن واذا انت بدك ما دق مبرح فيا ريت يعرف انه هو بدق فيه ليه. ونحن حلقتنا عن التحفيز فنركز انه يا جماعه حفز اولادنا دي على اي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ركب الحسن والحسين في ظهره ما نزلوا قال ابني ارتحلني مشكله. ما نزلوا دقاوي ولا دمشي ولا كده. لما جاء مع الصحابه كلهم بيقول الكلام السميح يعني. يا سلام يا سلام. بيطلع المنبر بيقول يعني زول العمل الحاجه كويسه ما حصل طلع على المنبر وقال فلان وفلان سرقوا مال الزكاه حتى في التوجيه يعني يقول ما بالغوني ما بالغوني يعني الموضوع لما يجي يوجه بيعمم الحاجه للناس كلها لكن لما يجي يحفز بيحفز مباشره الشخص ذاته كانه بيلصق فوقه حاجه جديده
فده هنا تحفيز. نحن اولادنا ده كل ما نشوفهم عملوا حاجه حفظ ان شاء الله ايتين ثلاثه ايات سطر ما تقعد تحفظ بالسطر سطرين وتعال راجح ثاني. اول ما جاء حافظ تمام يا ريت يحفزوه بالكلمات بالهدايا باي شيء يحفزوه. حتى شعور انبساط امه منه مثلا دافع كبير. المره فاتت كان في واحده نسيت الاسم منه لكن قالت انه ولدها بيزهج تكون زهجانه منه ممكن تضربه ممكن كذا. دور قيم الكوستي لانه ما حفظ. طيب نحن دائما نقول لها اول حاجه اي درايه مع الضغط اي حفظ مع الضغط بيصعب تماما. الضغط والتوتر مشكله حقيقيه ما بتخلي الطفل يحفظ. حتى لو حفظ عفوا حتى لو حفظ بيكون حفظ في الذاكره المؤقته. اول ما يمشي منك لو جيت ناديته بعد نص ساعه سمع حتلقي ما حافظ. اذا المطلوب انك انت تكون في 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 مود كويس في في يعني في لحظات كويسة. حاول مهما يكون عندك مشاكل حل مشاكلك على جنبه. الآن لو في القراية خلوا القراية تكون ممتعة. نحن عندنا القراية دي أديك كده فخلوا القراية تكون ممتعة وكل ما الطفل يعمل حاجة يا ريت تحفزه عليها. فرأينا الأشكال في أنه كيف أتعامل مع الأطفال. ذكرت درجة الذكاء اللي بتتفاوت من شخص لآخر ومن طفل لآخر حتى تعامل الآباء والأمهات مع الأطفال يعني. صحيح. فطفل عايزين يدخلوا الروضة بيقول لهم أدخل الروضة لفين؟ مش واحد اثنين ثلاثة يحسب لهم لحد عشر. لا ودخوا زميلنا بكرم الليجي عانوا معاهم معانا كبير جدا. الروضة ما ماشي الروضة ليه قدرت تدخلون عشان اتعلم انا عارف يحسب لهم لحد عشر الموضوع انتهى. يقول لهم شو لهم ده في حساباته هو يعني. فعنده اذا نحن نخلي الروضة حاجة جميلة. شوفوا هو شنو بيحب شنو نقول له الحاجة بتحبها تلقاها في الروضة ونمشي خطها في الروضة فعلا يعني. فيمشي شان يلقاه في الروضه لانه ما حيتعلم بس الحروف. الحاله الاجتماعيه الموجوده في الروضه دي اهم من القرايه. معنى القرايه دي قاعد اقول له ممكن تتعلمها في اي وقت لكن شخصيه ولدك ده ما بتتبني في اي وقت. تبقى من الصعوبه تبنيها في اي وقت. صحيح. فاذا يمشي الروضه عشان يكون اجتماعي عشان يتعلم من الروضه. يطلع الشارع عشان يتعلم من اغرانه في الشارع لكن مع مراعاه الشارع. فإذا ابنك ده ما تهتم بقرايته فقط. قرايه دي ممكن يتعلمها في اي وقت ممكن تجي تتعلم. في ناس كبار خشوا القرايه دي بعد ما كبروا المدرسه دي ما خشوا الروضه ما كده جو خشوا المدرسه وهم في عمر كبير وتعلموا وناس كانوا شاطرين جدا. صحيح. طيب تمام. في بعض الاشياء اللي قاعدين نعملها من غير قصد ومن غير وعي لكن بتكون عندها اثار وعندها نتيجتها في في في, في المستقبل. يعني مرات كده بنحاول انه احنا نشجع ونحفز فبنقوم نخلق جواه نوع من الأنانية. تقول له مثلا يا أخي عشان تفوت ودخالتك فلاني ولا عشان فلان داك أحسن منك في شنو تفاصيل من النوع ده. هل دي ممكن تكون واحدة من الحاجات المناسبة ولا أسلوب غير سليم؟ دي أنا قبل ما أتكلم زعلتني. شوف أي نوع من أنواع المقارنة قاتل جدا جدا لابنك. ما تقارن ابنك او بنتك باي شخص اخر مهما كان الشخص الاخر ذكي شاطر اي شيء. لانه انت بتقارن احسن ما عند طفل احسن ما عند الاخر باسوء ما عند طفلك. لانه ما حتقارنه بحاجه هو كويس فيها. حتقول له شوف فلان الفلاني كويس في الرياضيات معناته انت ما كويس في الرياضيات. والعقل بيفهمها كده الطفل بيفهمها كده. انت قد تكون واعي ما تفهمها كده لكن الشخص الاخر لما انت تقارنه بتصير له السيء بس. قبل شوية أنا قلت نصهر الحاجات الإيجابية الحاجات السلبية بتموت فما تغارك. طيب لو أنا غارنت طفلي بشخص آخر نقول له أقرأ عشان تبقى زي فلان فلان ده مستواه نزل ولدي مستواه نزل معه ما في النهاية ده بل ستاندر انت خطيت ليه ستاندر لا تكون زي فلان. إذا ما في داعي المقارنة قاتلة. لا نبتعد من المقارنة أصلا ما تقارن لا سلبا لا إيجابا لا سلبا لا إيجابا. لأنه أنت من تقارن أي حاجة عندها حدين مشكلة في جنة في نار في ليل وفي نهار أبيض وأسود. فأنت لما تقول حاجة معناته بتصهر الحاجة الأخرى معها. فأنت إذا قارنته حتى لو مقارنة كانت إيجابية كون زي فلان داك طوالي معناته أنا ما زي فلان داك. طيب كيف إحنا الأطفال دول برضو في سؤال بيتبادر لأذهان كثيرين يعني. انه بعض الامهات وبعض الاباء بيحسوا انه الابناء دول ما مسؤولين مثلا
احساسهم تجاه حاجاتهم واجباتهم المدرسيه او التزاماتهم كده تجاه الاشياء البسيطه المفترض هم يقوموا بها، احساسهم بالمسؤوليه ضعيف، وقد تعاملهم يا اما يساعد في انها تتم عندهم واما كمان تنتهي يعني. صحيح. كيف نحسس الابناء بصوره علميه انهم يحسوا بالمسؤوليه تجاه الحياه؟ ان احنا كلنا لو لقينا نكون ما مسؤولين ممكن نكون احسن لنا، ليه المسؤوليه قاعدين باش مشكله؟ الطفل اللي بيلوه تمام جدا جدا، نحن بنعمل واولادنا زي ما قالت الاخت عبد من عبره قالت انه الاولاد ذكيين جدا جدا مش كده؟ قالت اولادنا دي ذكيين جدا وفعلا هم ذكيين جدا جدا، لكن نحن ما علمنا المسؤوليه، نحن بنعلم المسؤوليه ما شخص اخر. فنحن لما نجي ولا يا اخي اولاد الزمن ده حاسب كذا، اولاد الزمن ده كويسين جدا جدا، ودي تربيتنا حتى لو كعبين دي تربيتنا، لانه هم ذكيين ناس ممتازين جدا جدا، بس عندهم عدم تحمل المسؤوليه. تمام. وعدم تحمل المسؤوليه مسؤوليتنا نحن الاباء. نحن حاولنا نسهل لهم الدنيا وحاولنا نخليهم ما يتعبوا تعب نحن تعبناه في يوم من الايام، خلينا الحياه سهله. فانا قبل كده في حلقه قلت ولدك خليه او بنتك انت ما تعملي السندوتش كامل وتحط له في شنطته، خلي الخبز بجنبها الجبنه الكده فيجي يشيل حاجاته براه، حطها في كيس حطها في شنطته. عد اسبوع ما صحوا، خلوا الترحيل يفوتوا يمشوا مدخنين ويعاقبوهم في المدرسه. بعد اسبوع حيقوم ما لين قوم كل مره قوم مشي المدرسه، هذا المدرسه تبقى حاجه هو يقول من نفسه. تمام. انت لما تخلي يكون في سيستم ماشي يريحك. صح. اتعب شهر. يا بعد ذاك السيستم بيشتغل براحتك. عمرك كلها تبقى مرتاح. بيسحروا الشغل هذا لحد ما يتخرج من الجامعه. حيكون خلاص سيستم حيكون ماشي. تمام. طيب عمنا يوسف ده رجع علينا ثاني نستقبله، مرحبا. حياك الله يكرمك يا يلا تفضل. الحقيقه عندي سؤال للدكتور بس بسيط. تفضل. عن تنميه خلايا المخ. تنميه يعني خلايا المخ. بعد السنه فيا في خلايا المخ عند الاطفال دول اللي بتعثروا في الولاده. هل في طريقه لتنميه المخ دي ولا ما في علاج يخاف؟ تمام. طيب واضح السؤال يا استاذ عثمان؟ تمام. شكرا. طيب. اخونا محمد من الخرطوم مرحبا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معكم عبد الله من المجاهدين. محمد حبابك بس ارفع علينا صوتك. ايه. ايوه. تفضل. الو. طيب يبدو انه الخط فيه اشكال، شكرا جزيلا. اخونا او عمنا يوسف ومحمد رجع علينا ثاني. سؤاله فيما يتعلق بتنمية خلايا المخ. نقول لأستاذنا يوسف خلايا المخ من الخلايا اللي ما بتتجدد. لا خلايا الجسم بتتجدد إلا خلايا المخ. ده في العلم لحد هسه كل شيء بيضربها سبحانه وتعالى. لكن الأمل يبقى وين؟ في إنك أنت لو عرفت يعني هسه المفروض طوال يمشي يعرفوا الخلل في الجزء الأيمن والجزء الأيسر من المخ ينمو الجزء الآخر. بس المقصود شنو بما بتتجدد؟ ما بتتجدد يعني كل خلايا الجسم بتتجدد. يعني اي اعضائنا ممكن ينمو فيها خلايا جديده. المخ خلاياه ما بتتجدد يعني ما تجي خلايا جديده. فاذا المطلوب انه تشوف الخلل في الجزء الايمن ولا الجزء الايسر. فاذا شوف الجزء اللي فيه خلل ذاك ده خليه، اعمل له تمارين وحاجات، لكن التمارين تكون اكثر للجزء الايمن لانه الجزء الايمن او الايسر ممكن كل واحد فينا يقوم بشغل الاخر. فاذا ممكن انا استعيد من الشخص ده ذاته وخليه بنفس شكله ده بنفس حياته دي، لكن نفس العمل بتاع الجزء الايمن يعمل الجزء الايسر في يعني واحد في تمارين. اي ده تمارين موجوده التمارين لحد الان انا ما اعرف ليه حتى تعمل التمارين دي، لكن ده كلامي انا ده بقوله انا يعني. والتمارين موجوده يعني الناس ممكن يعني يالفوا التمارين دي ليه يعني. طيب مثلا التشخيص انه الايمن والايسر ده تشخيص بيكون باجهزه معينه؟ باجهزه يمشي يعمل في ام ار اي ممكن يعملوا يعرفوا اصلا بيكون هم عارفين الجزء وين العطل وين او الخلايا الميته وين اصلا. تمام. فاداك من خلال التمارين ممكن تنشط الجزء كويس اصلا. اخليه يشتغل شغل الجزء الايسر. الجزء الايمن بيشتغل بصوره موسيقى وكده، لكن ممكن اعلمه يشتغل لي المنطق الرياضيات
والجزء الايسر بتاع المنطق وكده، فممكن اخليه يشتغل في الصور والخيال. فممكن يشتغل. تمام. طيب خلينا نجي، وطالما احنا بنتكلم عن التحفيز وتكلمنا عن الحفظ برضه في اشاره له، نجي نشوف نوعيه المكافآت. يعني يمكن قصه انا قريتها في الواتس، انه واحد تقريبا قال لبنته لو نجحتي هاهدي لك عربيه. فنجحت. ما جاب العربية. لا مش ما جاب العربية. هو جاب مفتاح العربية خدته في مصحف. وقفل المصحف بسوستة كده معين. واداه الهدية. فبعد ذاك البيت يعني داري شوف ردة فعلها شو. بعد ما عرفت انه والله ده مصحف. انت وعدتني بيه عربية والان ده مصحف. المهم في النهاية بعد ذاك فتحت المصحف ولقت مفتاح العربية جوا. فهو داري رسل لها انه القرآن اعظم حتى من الهدية. من العربية. فانا بس خفت انه في البدايه اذا انت تقول لها مصحف اقدر اعمل. التحفيز يا ما يكون مبالغ فوق. اول حاجه ما تحفز بحاجه انت ما بتقدر عليها. ثاني حاجه انا بتمنى انه التحفيز يكون ذاتي. انت قول كلام خلي زول انه يكون صورته هو تبقى هي كانت بتطبع للشخص صوره ذهنيه له. التحفيز لما يكون خارجي فبيبقى عداك في يعني في واحد يقول لك ها نجحت ليكم ها قريت ليكم، فكانه ما بيخلي القرايه دي ما بيقرا عشانه. نمشي بعد من كده حتى بدون ناكل لكم عشان نرتاح من الموضوع ده بالنسبه لكم عشان تقول ناكل عشان نرتاح. فحقيقه انت حاول حفز بشيء المغدور عليه الشيء المنطقي اللي ياثر في الشخصيه. ما تخلي التحفيز يبقى خارجي لدرجه انه الانسان يكون بيقرا الحاجه لموضوع ثاني لشيء ثاني، احنا دايرين يقرا عشان. انت لازم ينتبه تماما انه الطفل ده القرايه دي عشانك انت، عشان تبقى احسن زول، وانت اصلا احسن زول، لازم يكون هو الاحسن دائما. يا سلام. ودائما حتكون احسن، واي مشاهد بيشاهدنا فيه الان هو الاحسن. هو بيقدر على اي شيء هو ممكن او اي شيء عمله شخص اخر هو ممكن يعمله. في شخص اخر ربي ولده في تربيه جميله جدا، فانت ممكن تربي ولدك تربيه جميله. انت نفسك ممكن تكون احسن ما يكون. تمام. احنا باقي لنا دقيقه ونص يا استاذ عثمان، فيها يعني سبحان الله الزمن بيمشي معاك سريع. سريع يعني. والله بيمشي سريع معاك. الله يديك العافيه. محاورنا لسه كثيره، وفي تقديرك ممكن نواصل في نفس الموضوع السبت القادم. نتفق عليه بعدين. طيب جدا. شنو طيب من الحياة اللي ممكن نقول نختم بها كحاجة عملية الآن كل السادة المشاهدين يطبقوها ويكونوا قادرين يحفزوا أبنائهم بطريقة كويسة؟ أنا بتمنى من كل المشاهدون الآن والمستمعوا لنا إنه من الليلة نقول يوم جديد، عهد جديد، إنه نحن يعني نعتقد في أبنائنا، في نفسنا أولا وفي أبنائنا، إنه نحن بنقدر على كل شيء نحن عايزينه، ونمن عليه إنه بيقدر بإذن الله. طبعا بيقدر بإذن الله كل شيء بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن القانون السبب والنتيجة يشتغل. نعم. أي شيء عنده سبب. نعم. بإذن ربنا سبحانه وتعالى أنت بتقدر على أي شيء أنت عايزه. ولو أنت اعتقدت إنك أنت صح وبتقدر فأنت صح وحتقدر، وإذا اعتقدت إنك ما بتقدر فأنت صح وما حتقدر. فيا ريت غير نظرتك لابنك. ابنك ده ما عنده اي مشكله، المشكله فيك انت. يا ريت الصباح لما يكون بيسرح للبيت عشان تمشي الترحيل الضربه في الراس يخلوه. يا ريت دائما نحس انه ده كيان، ده انسان عنده كيان، عنده مشاعر، نحترمه. ما نقول انه صغير ولسه ما بيفهم حاجه، نحترمه ونسمع له. لازم نسمع لاولادنا ديل اي كلام بيقولوا فيه، لو بعدك نعدل اذا في حاجه خطا نعدلها بطريقه مفهومه. بسطوا الحاجات. القرايه اللي نحن نقراها اولادنا بيقروا فيها الان، شوفوا في الواقع البسيط ممكن نوريه دي الحاجه وانتم بتشوفوا. ما نقول بقرا في حاجه ما عندها علاقه بالواقع. صح. اي شيء عنده علاقه بالواقع لكن نبسط له، لانه تفكيره هو ما زي تفكيرنا. طبعا. ويا ريت من الليله دايرين جيل سليم ومعافى وعنده امكانيات كبيره جدا جدا، نطلع هذه الامكانيات. تمام. حتى الكلمات يعني مرات المسميات ذاتها عندها اثرها، يعني تلقى ناس بيسموا الاطفال الشفع. صحيح.
الجهاله والجهله. صحيح. فدي خلينا كمان برضه نشوف مردود شنو اثره شنو حتى على شخصيات ممكن في المستقبل تاثر سلبا ولا ايجابا. خليك الناس الصغار والناس الكبار الرسول يجي يقول ده عمر الفاروق مشكله اداه اسم اداه صفه ابو بكر الصديق علي بن ابي تراب ابو تراب فقال دي من اجمل الاسماء بالنسبه لك. فالرسول اي صح اي زوج يعني مره جاء واحد قال له اسمك منو؟ قال لي حرب. قال له انت سهل. اداه اسم جديد اداه صفه جميله. فيا ريت نحن اولادنا نعمل معهم بنفس الطريقه نختار لهم الاسامي اساميهم الحقيقيه. انت من حقه عليك الطفل انه يكون عنده اسم كويس وامهم كويسه ده حق من حقوقه. فاذا انت حتى لو بتدى الغاب ادى الغاب جميله تمام تكون تحفز هي نفسها محفزه. يا سلام. شكرا جزيلا لك استاذ عثمان المصري مدرب التطوير الذاتي. سعدنا جدا بوجودك. مرحبتين بكم. انا سعيد دائما بوجودي معاكم والكلام معاكم بيكون شيق جدا جدا. شكرا.